معلومات لا تعرفها عن نمر الثلج. نمر الثلج هو حيوان ثدي مفترس من عائلة القطط. يبلغ متوسط طول جسم الحيوان 100 ل 130 سنتيمتر والذيل 90 إلى 105 سنتيمتر، ويمكن أن يصل الطول الإجمالي للجسم بما في ذلك الذيل إلى 230 سنتيمتر، ويبلغ الارتفاع عند الذيل حوالي 60 سنتيمتر، وحجم الذكور أكبر من حجم الإناث. يصل وزن الذكر البالغ 45 إلى 55 كيلوغرام، ولا يزيد وزن الأنثى عن 35 إلى 40 كيلوغرام. تشتهر نمور الثلج بشعرها الرمادي الكثيف الجميل الذي يمنحها توازنا مثاليا للحرارة في جميع الفصول، كما تتكيف أجسامها أيضا للعيش في جوانب جبلية قاسية شديدة الانحدار. يمكنهم تغطية مسافة 15 متر في قفزة واحدة. تعيش هذه النمور في الجبال العالية في آسيا الوسطى، لكن لم يتبقى سوى عدد قليل منها في العالم بسبب فقدان الموائل والصيد الجائر. يمكنهم قتل الحيوانات التي تزيد عن حجمها. موطنها بين السلوج ولونها الأبيض يجعلها غير مرئية، الأمر الذي يسهل عليها صيد الفرائس. نمر الثلج هو حيوان لاحم يتغذى على الأرانب والطيور، والغريب أنه يتغذى أيضا على النباتات. يمتلك نمر السلوج فراء كثيف جدا حول قدميه، الأمر الذي يساعد على التحرك فوق السلوج من دون الغرق. نمر الثلج أثقل بعشر مرات من القطة الأليفة، وأخف من 7 إلى 8 مرات من النمر، وهو الأكبر بين جميع القطط. لهذا يطلق عليه العلماء اسم القط الصغير الكبير. نمر الثلج يختلف عن النمر في الجزء الأمامي الأقل ضخامة في الجسم وحجم الرأس الأصغر. نمط البقع فريد لكل حيوان، يكون لامع عند الشباب ومع مرور السنين يصبح غير واضح ويبقى فقط على الرأس والكفوف. يساعد هذا اللون المفترس على البقاء غير مرئي بين الصخور والحجارة والثلج. يتم التعبير أيضا عن قابلية نمر الثلج للتكيف مع موطنه الطبيعي في التغيير في سمك الغلاف اعتمادا على الموسم. الفراء الشتوي لنمر الثلج شديد النعومة، فهو يسمح للحيوان المفترس بعدم التجمد في الجبال حتى في موسم البرد. مثل أي قطة، هو صياد ماهر وقوي. يمكنه قتل ضحية تجاوز وزنه بأقصر من 3 إلى 4 مرات. النمر لديه عادات نهارية ويصطاد وجها لوجه، ومع ذلك فإن عيونه الكبيرة تتكيف تماما مع لمعان ضعيف، لذلك يمكنه أن يصطاد في شبه الظلام. النمر حيوان منعزل جدا، يحتل مساحة شاسعة لدرجة أن زوج واحد من النمور يعيش في وادي بأكمله. إنه قط نادر للغاية ويصعب مراقبته في البرية. في المتوسط يصطاد نمر الثلج مرتين في الشهر، يفعل ذلك بمفرده غالبا في الليل أو عند الغسق، وفي كثير من الأحيان أثناء النهار. في بعض الأحيان فقط يمكن للذكر والأنثى أو الأنثى ذات الأجبال الكبيرة الذهاب للصيد معا. نمور الثلج منعزلة، يمكن مشاهدة زوج من الذكر والأنثى بالإضافة إلى مجموعة من القطط الصغيرة فقط خلال موسم التقاصر. الشريكة الأنثى تجذب الذكر للتزاوج بصوت عالي. في بعض الأحيان يقاتل الذكور من أجل الأنثى. في هذا الوقت تتوقف نمور الثلج عن الصيد ولا تهاجم حتى في الأماكن التي يسهل الوصول إليها. بعد التزاوج تبدأ الحيوانات في الصيد بنشاط كبير للتعافي. في هذا الوقت يمكنهم أن يأكلوا قوارض اليقظة والطيور القادمة. تنضج إناث نمور الثلوج جنسيا من سن 2 أو 3 سنوات، بينما ينضج الذكور في سن 4 سنوات. تستغرق فترة الحمل ما بين 90 إلى 103 يوم، غالبا ما تحدث الولادات في البرية وحدائق الحيوان في الفترة من إبريل حتى يونيو. يمكن للإناث أن تلد من 1 إلى 5 أجبال، ولكن عادة ما تلد 2 أو 3. في أغلب الأحيان تلد الأم في وقر صخري. تلد إناث نمور الثلوج الأجبال بعيونهم المغلقة، والتي تستغرق حوالي 7 أيام ليتم فتحها. يبدأ الأجبال في تناول الطعام الصلب من بعد 2 أو 3 أشهر. يتبع الأجبال لوالدتهم ما لا يقل عن فصل الشتاء الأول. بعد حوالي 18 شهر تترك الأم أجبالها لتعيش وحيدة